الكرام لانطلاقه الشوط الثامن. فتحت البوابات على بركه الله لتنافس الجياد والافراس المنتجه محليا عمر 4 سنوات فاكثر، التي لم تربح والتي تسعى جاهد مع ذات الشوط لتسجيل اولى انتصاراتها على مسافه 2400 متر وقيمه الجائزه 54,000 ريال. مسا دورتان حول المضمار ستاخذها الجياد. هامان يبدا الانطلاقه مع التقدم ايضا لشديد. هامان يبدا الانطلاقه الذي وضع كمفاجاه في هذا الشوط. بن زلزال يبدا الانطلاقه في المرتبه الاولى. الان هامان جديد في المرتبه الثانيه، الكانون في المرتبه الثالثه مع تقدم ايضا لصالح الجواد في درع الخليج في المرتبة الرابعة، والصدارة لهامان تأخذ الجياد المنعطف الأول لها في هذا الشوط على مسافة 2400 متر. هذا هامان في صدارة هذا الشوط. هذا الجواد وضع كمفاجأة في هذا الشوط. يبدأ الانطلاق مع أيضا شديد الذي يأتي في المرتبة الثانية، والكانون في المرتبة الثالثة، ودرع الخليج في المرتبة الرابعة. معللتي وأيضا نضويان يبدأان من الخارج الآن تحسين مواقعهما مع تقدم زعيم الشمال مع الخيال عبد العزيز العود والمرشح العنادية أيضا تسعى للتقدم. المرشحة الأولى الآن والتقدم لهامان في المرتبة الأولى، شديد في المرتبة الثانية يحاول تغيير مساره الآن مع الخيال لويس موراليس من الداخل، فيما هامان في منتصف الجياد في التقدم من انطلاقة هذا الشوط ما قبل المنعطف الأخير. هامان في الصدارة والمرتبة الأولى، شديد في المرتبة الثانية، الكانون يأتي للمرتبة الثالثة مع تقدم درع الخليج الذي يستحثه الخيال أحمد الشاعر الآن للتقدم للمرتبة الثانية. تقدم درع الخليج والصدارة لهامان، تجتاز الجياد علامة 800 متر. تبدأ مراحل الحسم في هذه اللحظات. هامان في صدارة هذا الشوط، درع الخليج يأتي من الخارج، الكانون في المرتبة الثالثة، والمحاولات أيضا من مرهوبة وكذلك من قبل ضويان من الخارج الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. هامان في الصدارة والمرتبة الأولى، الدخول يأتي الآن من درع الخليج لانتزاع الصدارة بقوة. المركز الأول لدرع الخليج في المركز الأول، ورد بلادي يأتي للمرتبة الثانية، والصدارة لدرع الخليج في المركز الأول. درع الخليج، درع الخليج في المركز الأول، درع الخليج المرتبة الثانية، الورد بلادي وشيهانة هيا تحل في المرتبة الثالثة، والكانون في المرتبة الرابعة. إذا